التي كانت تعادل 622 شاحنة أو 832 عربة قطار. لنعتبر أن في قطارات النقل الاعتيادية تستوعب 240 خروفا، إذن كان من الإمكان أن تستوعب السفينة 199,680 خروفا. بالنسبة للحيوانات كانت مخصصة أماكن خاصة حسب النوع والعائلة التي تنتمي لها، مثلا فصيلة القطط النمر والأسد تنتميان لها. الحيوانات المتواجدة في السفينة تحتوي على جينات وراثية، بحيث من خلال التكاثر تمكنت من إنتاج الحيوانات المتواجدة الآن. الأصناف المختلفة للكلاب كلها نتجت من الكلاب البرية. عدا هذا كل الحيوانات التي دخلت السفينة كانت فراخا. الفراخ كانت تشغل أماكن أقل من الكبار. اكتشف العلماء بأنه لو حسبنا زوج لكل نوع من الحيوانات كان من المفروض أن تدخل السفينة 35,200 حيوانا، إضافة إلى ما كتبه في الكتاب المقدس 7 أزواج من الحيوانات النظيفة. توجد معارضة لما ورد في الكتاب المقدس، ألا وهو 8 أشخاص لا يمكن وحدهم الاعتناء وتنظيف أقفاص كل تلك الحيوانات. من الواضح في حالات سوء الحالة الجوية يظهر ضعف وخمول عند الحيوانات، فحسب بعض المعطيات الضغط الجوي قبل الفيضان أكثر بمرتين من الآن، ونسبة الأكسجين في الهواء كان 30%، وكل هذه الظروف تقلل من الأفعال الحيوية للحيوانات وأحيانا تنعدم بشكل مؤقت، ولذلك بالآخر تقل الحاجة للاهتمام بهم. لكن كيف جاءت كل الحيوانات إلى السفينة؟ ذكر في الكتاب المقدس بأنه يجب أن تحمل في السفينة من كل الحيوانات، والكثير يستغربون كيف كانت على الحيوانات أن تعلم بأنها يجب أن تأتي إلى السفينة. نحن نعتقد بأنه بشكل غريزي شعروا بما سيحصل، وليحموا أنفسهم هم بحثوا عن مكان آمن فجاءوا إلى السفينة. هذا ليس غريبا، الكل يعلم بأن الحيوانات دائما تشعر بحصول الكارثة قبل وقوعها. لهذا السبب في قصة فيضان نوح لا يوجد أي شيء من غير تفسير من وجهة نظر العلوم الطبيعية. إن كارثة الطوفان لم تذكر فقط في الكتاب المقدس، الأساطير الآشورية والسومرية والبابلية وسكنت أمريكا الشمالية والجنوبية والأساطير الأفريقية والآسيوية كلها تشير إلى هذه القصة. الطوفان حدث، الله تذكر نوح، رفع اليابسة وتوقف المطر وغلقت الشلالات المتدفقة من باطن الأرض، انسحبت المياه لغاية الشهر العاشر، اليوم الأول من الشهر الحادي عشر ظهرت قمم الجبال، في 27 من الشهر السابع رست سفينة نوح فوق جبل آرارات. بعد 40 يوما فتح نوح نافذة السفينة، أطلق غرابا ولكن الغراب لم يعد إليه، ومن ثم أطلق حمامة ليرى فيما لو انسحبت المياه من الأرض، لكن الحمام عادت إلى السفينة لأنها لم تجد أرض يابسة. انتظر نوح 7 أيام أخرى وحرر الحمام مرة أخرى، الحمام عادت له في المساء وفي منقارها غصن زيتون، فعلم نوح بأن المياه انسحبت من الأرض. انتظر نوح 7 أيام أخرى وحرر الحمام مرة أخرى، لكن الحمام هذه المرة لم تعد إليه. أن قصة طوفان نوح احتمال أكثر القصص منتشرة في العالم، توجد أساطير مثلها في المكسيك وأمريكا الشمالية والجنوبية
ومناطق كثيرة من الكرة الأرضية. قصة الطوفان مذكورة في 3 كتب دينية مقدسة الأكثر انتشارا، المسيحية والبوذية والإسلام. الأقوام القديمة التي سكنت أمريكا الجنوبية والهنود يستذكرون أحداث الطوفان. قصة الطوفان مذكور أيضا في كتابهم المقدس. عندما كان عمر نوح 601 سنة، في الشهر الأول واليوم الأول انسحبت المياه من الأرض، وفتح نوح غطاء سفينته وشاهد بأن المياه انسحبت من فوق الأرض. 27 من الشهر الثاني نشف الأرض. قال الله لنوح: أخرجوا من هذه السفينة، أنت وزوجتك وأولادك وزوجات وأولادك، وكذلك كل الوحوش التي معك وكل الطيور والزواحف، ليزحفوا على الأرض. تكاثروا وازدادوا على الأرض. قال الله: بعد الآن لا ألعن الأرض بسبب أخطاء البشرية، أن أفكار البشر منذ الصغر في خدمة الشر. بعد الآن لا أسأل أي كائن حي كيف فعلت هذا، وما زال الأرض موجود فليستمر بالتكاثر. البرد والحر، الربيع والصيف، النهار والليل. وعندما خرجوا من السفينة منهم بدأت البشرية. رفع الله قوس القزح في السماء وأكد عهده بالألوان 7. المنظمة الدولية لحماية البيئة نصبت فوق جبل أرارات نموذجا لسفينة نوح كرمز لحماية البيئة.